عندي شيء اعيشي الا المهنه هاي، ولا انا كان عندي مشروع كذا بس ما عندي قدره ماديه اشتغل فيها بالمره، واضطريت غصبا عني ابيع بيع متجول مشان احصل على شيء لقمه عيش. صار عملية منافسة وصارت السلعة أرخص ووصلوا لعند المواطن بدون ما يتعب، فصارت السيارات توصل لعند البيت حتى لو كان البيت في آخر الضيعة.